رجعنا لصفحات من السيدة وتوا ننتقلوا لفقرة ضيف صفحات. وضيفنا اليوم هو مدير مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي وهو كذلك إعلامي وصاحب منصة تونسي تي في اللي باش ناخذ عليها أكثر فكرة أكبر من بعد في الحوار. ضيفنا اليوم إذن كمال عويش، يسعدني استقبالك. مرحبا يا كمال. صباح خير حزار، صباح خير، صباح السيدة، تحية ليك وتحية كل مستمعي سيدة فام. أنا بصراحة أول مرة نحضر الاستوديو سيدة فام، مبروك لسيدة فام على الإذاعة. صباح السينما نشكر. قبل كل شيء، شكونو كمال عويش؟ كان تحب معناتها كيفاش تعرف بروحك للمستمعين؟ كمال عويش قبل كل شيء هو شاب تونسي. كمال عويش بدأ المسيرة تاعو في الميدان الإعلام في 2007. كان عندي إذاعة على الويب اسمها راديو ياسمين، هي ثاني إذاعة على الويب. هو الإذاعة تاعينا تخصص يعني ثقافي، مش سياسي ولا حاجة، تخصص ثقافي. وقتاش هذا لانسيت إذاعة ياسمين؟ تلانسيت 25 مارس 2007. قبل كل شيء قلت قد خلط في الاسم، شون نسميه الاسم الإذاعة. الوالدة ربي فترة هذه قالت لي علاش كلمة نسميهاش إذاعة ياسمين، على خاطر أنا ياسمين رمز المشموع وكل ما كل شيء. إذاعة ياسمين كنت وقت حليت الإذاعة، كنت وقت نقرأ في الثانوي ومعناتها في دراسة ثانوية وبكالوريا. هو معناتها كما تعرفوا انه الإذاعات على الويب ديما نجيبوا معناتها يعطيوا الاهتاءات ومعناتها حاجات معناتها لسامادور معناتها. بالنسبة لي انا خصصت الإذاعة ياسمين نجيب يعني فنانين ممثلين اعلاميين. معناتها هو معناتها بين قوسين معناتها الإذاعة هذه ما عنديش كيما توما عندكم استوديو واحد، لكن عندنا معناتها نعم نخدم في دارنا عايلتي ربي فاتر هذي، كل مرة نجيب ضيف كل شيء. من خاطيك من 2007 عملت عام تجربة، بعد من 2008 كنت بعثت فاكس للمهرجان كرتاج تولي. قبل ما نبعث فاكس قلت إعلامية تقدم في برامج في التلفزية، قلت نحب نعمل مواكبة مهرجان كرتاج تولي. قلت لي أبعث فاكس للمهرجان. وقت من الأول عايلتي مش راثين والله، مش وافقين، على خاطر أكثرية معناتها المهرجان كرتاج يقبلوا الصحفيين معناتها عندهم خبرة طويلة ولبسي وصحافة كل شيء. بعت من الفاكس وبعد استنيت بعت لديهم قالوا لي كمين مرحبا بيك تدخلوا معنا في النادي الصحفي تاع مهرجان كرتاج وتعرف عليك وكل شيء. من الأول من باغهم قالوا لي معناتها كيف بدنا نحكي؟ قالوا لي كيفاش بديت نحكي؟ من غاديك الحمد لله وقفت معايا، مشيت عملت سامحوني، مشيت عملت مواكبة مهرجان كرتاج، عملت حوارات، حضرت في كواليس مع حفلات كرتاج، عملت حوار مع مستر رومي هاني شاكر، ننسى عشر وقت في مهرجان كرتاج. من غاديك بديت المسيرة تاعي وعملت عملت حوارات في المهرجان مش بحثينا. من غاديك مشيت ديما كل عام نمشي للمهرجان كرتاج، مشيت عملت مواكبة سيدة الأيام كرتاج سينمائية. أنا دراستي معناتها حلمي بالطفولة نكون نقرا في المعهد الصحافة وعلوم الأخبار، لكن تبدل التواجه تاعي. هو التواجه تاعي عملت قريت في الإيكول دا سينما في الـ UAD في العمران،
تخصص مساعد مخرج. معناتها وشنو اللي خليك تبدل رايك؟ معناتها تو انت قول قايل حتى قبل ما تاخذ الباك وانت عندك الاذاعه وناجحه ومغروم بها، شنو اللي خليك تبدل رايك؟ الحقيقة أنا عمل معناتها هو معناتها وقت الفورم معناتها بعد الباك فهمتني، كان المفروض باش نعمل معناتها دراسة واحد ما قيتش كيفاش نجم نتنقل للليبسي. معناتها صحيح فما معهد خاصة للمعهد من الجورناليست، لكن انا غرامي الصحافه، معناتها غرامي الصحافه بديت من 2007. بديت تعلمت واحد تعلمت الباجيتي، معناتها مش لازم صحيح نتعلم اكثر واكثر، لكن بعد عرفت تعلمت كل شيء. كتبت عملت كنت مراسل مع عديد مواقع الكترونيه في لبنان، كنت مراسل في تونس للمواكبة مع رشان كارتاج تولي. بلي جوست هوني سؤال كمال للي جون سورتو اللي يبداو هكا عندهم غرام وكل شيء، تو انت بريسك معناتها ماكش عامل صحافه وكنت عندك غرام وقلت خلينا نبعث فاكس معناتها وخطفت للمهرجان وتوقع تقول لي كنت تعمل زاده مراسلات مع قنوات ولا مواقع. كيفاش هوني كيف معناتها انت تعرض خدماتك مراسل في تونس؟ معناتها كان معناتها بينيفول تطوعي، معناتها مش بالمقابل. عملت بعض مواقع بعث لهم بعض عجبهم المقالات، عملت مقال عجبهم المحتوى والحاجات اللي تكتب فيهم والكل المقالات الثقافية كل شيء في الاختصاص الثقافي، حتى مثلا المواقع اللبنانية اللي نكتب فيهم باللهجة اللبنانية، معناتها مش باللهجة التونسية على خاطر هما لبنان ما يفهموش اللهجة التونسية. هذا هو معناتها لحد الآن. ومواقع أخرين مواقع مصرية واحد. بعد من تخرجت أنا في السينما 2013 عملت سوسة فيلم قصيرة اسمه فيسبوك للفيلم، يحكي حول الخيانة سو شيء على الانترنت. عملت في 2010 و2015 عملت دو فيرسيون وقت بين الرجل والمرة، بين يعني الجزء الأول في 2010 والجزء الثاني يعني العكس بين المرأة والرجل باش نشوفوا المقارنة. بعد هو الفيلم الثاني في 2015 عملته. بعد عام قلت مشيت تار فضاء ثقافي مش لسه نذكر على اسمه، اقترحت على المديرة قلت لها علاش لي منعملوش منعطيوش افلام قصيرة. ما كانتش بالصدفة معناتها مش نسميها مهرجان بعد انا فيلم قصير. قالت لي ايه علاش ليش كيفاش تجيب الافلام؟ قلت له نعمل يعني معناتها اختار انت مش انا اختار نعمل ابيل نعمل نيتين المخرجين باش يتعطيه. بديت التجربه في 2016 وقتها 3 ديسمبر 2016 عملت التجربه وكنت نعلن هني. وبعد قلت خاطر نكملها عفوا سامحوني خليني نكمل مهرجان. هو تو لحد الان الدورة السابعة. الدورة الأولى عملتها في تونس، الدورة الثانية انتقلت من تونس إلى بجاز الباب في ولاية بجاز في الشمال الغربي. حبيت كان الهدف وقتها أنه نقل بين الجهات، على خاطر كيف تعرف أنه في الجهات معناتها في الولاية الجمهورية فماش قاعد سينما. قلت علاش لي مش عمل جولة تونسية.
بعد من دورة الثالثة والرابعة حتى التوا وعنا عملنا في تونس من دورة الخامسة حتى الدورة السابعة دورة حاليا عملنا في المدينة الثقافة أصبح لي نحب نعمل شكر جمعية لاباد بشراكة مع المركز الوطني للسينما والصورة السينسي والمكتبة السينمائية التونسية اللي تحول لي فرصة باش نعمل المهرجان دعنا في المدينة الثقافة. بيه جوستمون توا انت عملت لنا الترانزيسيون باش نحكيو على المهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي اللي السنه كانت الدوره السابعه نتاعو. معناتها هوني نحكيو الدوره السابعه نحكيو على مهرجان بدا يولي عنده تاريخ بدا يولي عنده اسم كيما نقولوا وحسب شهاده برشا من اللي كانوا حاضرين ولا من المشاركين المهرجان كان نسبيا ناجح ثم نسبه مشاركه لبس بيها ثم افلام في مستوى معين. كنت حكينا على المهرجان بصفة عامة السنة في الدورة السابعة نتاعو بصفة عامة هكا حكيت لنا شوية على التاريخ نتاعو وبصفة خاصة الدورة السابعة هذه شنية اللي كان فيها مختلف على العادة. مهرجان السنة وصلونا 386 فيلم المشاركة في المهرجان تاعنا تم انتقاء 24 فيلم قصيرا. نكون ثم لجنة هي اللي لجنة الانتقاء طبعا ملول نشوفوا الانتقاء نشوفوا 386 فيلم وبعد تم اختيار هي شكون فيها لجنة الانتقاء؟ في لجنة الانتقاء عندنا من تونس وعندنا من الخارج عندنا من سوريا شافوا 386 فيلم وتم انتقاء 24 فيلم. هو المهرجان ينقسم على ثلاث مراحل ممثلين ولا اللي في اللجنة؟ سبعة مخرجين ممثلين شنو ال هما على المستوى السينما على المستوى في دومين في الاختصاص السينما مش نقول سوى ممثل ولا مخرج ولا بالقداء السينما يعرفوا السينما. كيف قلت تم انتقاء 24 فيلم احنا المهرجين دانا نعطي ثلاثة مراحل ثلاثة كاتيجوري افلام روائية قصيرة افلام وثائقية قصيرة افلام متحركة عندنا 24 فيلم عملنا فيلم الافتتاح هو كان كان خارج اطار مسابقة فيلم بعنوان حياة المخرج مرفت كمون وافلام جاونا 13 دولة مشاركة تونس الجزائر المغرب مصر لبنان فلسطين بحرين العراق عديد من دول حتى من دول الأوروبية من إيران من تركيا من مونتينيغرو. عندنا سادة خصصنا في المهرجان تاعنا فهناك عروض تعرض لأول مرة في تونس وشمال إفريقيا بعرض أول حصريا في تونس عفوا سامحوني وعنا خصصنا أفلام خاصة مواجهة للأطفال الصغار شبابة مواجهة للأطفال الصغار عنا عروض خاصة خصصنا تحريك أنيماسيون تحريك وعنا أفلام خاصة للأطفال الصغار اللي هما لو الأطفال يمثلوا في الفيلم يمثلوا في المهرجان في الفيلم بتاعهم. هما عنا فيلم من زير اسم تعشيد وايت نايت فيلم من فيلم مصر رسالة إلى صديقي من فرنسا فيلم الشبل الأحمر من كامل حرب من لبنان وعندنا فيلم قوس قزح من الشبل الأسود بعدها من مونتينيغرو. هذا من الأفلام خصصناهم فما ثلاثة أفلام مشاركة في تونس فيلم قصير بعنوان في بيدي المخرج علي إسرائيلي وفيلم وعنا فيلمين وثائقية بعنوان خيالات للمخرجة روعة حنصلي والفيلم آخر يحكي أنا الأميرة للمخرجة صفاء غالي. بالنسبة لأعضاء التحكيم متكونة من ثلاثة أعضاء الممثلة التونسية من وصول اليونانية وغابت في الساحة السينمائية والإعلام هي إلين كاتاراس والسينمائية والباحثة وانس كمون والمخرج السينمائي والتلفزي محمد طمق. واضح. به
هذه الدورة متاع السنة. كمال شنو انت تصور متاعك للدورات القادمة للمهرجان؟ وين تراه؟ وين تتصوروا العام عامين 10 سنين القدام؟ احنا ندور حاليا نعمل تصور ان شاء الله نزيدوا نقدموا الحمد لله. الدورة السابعة كانت ناجحة مع تقبيل جماهيري كذا شباب بحثنا حتى وسائل الاعلام في محليين وإجابين كانوا متواجدين. دورة قادمة باش نسيتوا نتحسنوا أكثر وباش نسيتوا نكبروا مع العديد من الأفلام وباش نسيتوا مع كما تعرف حسار إنه المهرجان تاعنا هو على المدى 3 أيام. مش على الدورة القادمة مش نسيتوا أطول ونسيتوا قاعات أخرى في المدى الثقافة. على كل حال نتمنى له التوفيق المهرجان بانوراما. احنا باش نخرجوا فاصل غنائي قصير، الغنايه اختارها لنا كمال غير مستبعده لمحاله سينما لطفي بوشنيق، ونرجعوا بعد الفاصل باش نكملوا الحوار. لنشر ثقافة حقوق الإنسان.